يعني طبعا. بصي، هذه الثوره كشفت اكاذيب كثيره جدا كانت تروجها الجماعه عن نفسها. يعني منها مثلا انها جماعه تمتلك كوادر، وكانوا يقولوا احنا لو مسكنا الحكم في مصر بعد نص ساعه ندور مصر. اتضح، لا اتضح انهم ما يعرفوش مصر. دي حقيقة. انا هقول لك الفرق البسيط جدا، انه هم كانوا معتقدين ان مصر هيدروها على طريقه المستوصف وطريقه المساعدات اللي بيدوها للناس كجمعيه خيريه. المصريين ليه اتغير؟ يعني بعد ما وصل الاخوان للحكم، قبل ما يوصلوا كانوا هم بيقدموا خدمات اكتذبوا بيها اصوات الناس وتأييدهم، عظيم. فكان المصريين هو شايف ان هو بيعمل له خدمه فبيشكره. الخدمه دي بقى كتيره قليله، مناسبه مش مناسبه، فشكرا. لكن بعد ما هو بقى في الحكم، لا انا مش عايز منك خدمه، انا عايز حق، يعني عايز دوله. فهو ادراكهم لمعنى الدوله لم يكن موجود من الاساس. في تشبيه في 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 الشهاده بتاعت دكتوره لميس جابر، من امتع نختم الشهادات. نختم بيه بقى فقرتنا. ايه؟ نختم بيه الفقره. من امتع الشهادات، قالت لي بص، دول ناس قعدوا حوالي 80 سنه عشان عاوزين يحكموا. فوصل الحكم فجابوا لهم المكنه بتاعت الحكم، يعني دورها بقى. فقعدوا يقول لك البتاع دي ايه؟ هي بتشتغل ازاي؟ وده كان سر انه هذه الجماعه لا تدرك معنى الدوله ولن تدرك معنى الدولة، ولذلك حكم عليهم بالفشل. وأعتقد أنه كل الأبواب في مصر مقفولة في وجههم، يعني. والحمد لله اللي حصل ده لن يتكرر مرة أخرى. طبعا احنا بنشكركم وندعو السادة المشاهدين إلى متابعة هذا البرنامج مهم جدا الساعة 11 يوميا على إكسترا نيوز. لسه الدكتور محمد قال لنا دلوقتي أن في مفاجآت، يعني في شهادات بالفعل احنا كنا سمعناها قبل كده، وفي شهادات وكواليس هتروى وتحكى لأول مرة. فبندعو حضراتكم لمتابعة هذا البرنامج.